السلام عليكم. دشنت ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء أمس حملة تجنيد لجبهات القتال المختلفة. قالت قيادات حوثية خلال التدشين إنها ستفرض التجنيد الإجباري للخريجين من الثانوية العامة. في دمار والبيضاء أيضا دشنت قيادات الميليشيا هناك حملة مماثلة للدفع بالمقاتلين ومعظمهم أطفال تحت سن 18 للزج بهم إلى محارق الجبهات. أما في تهامة فالتجنيد فيها دخل مرحلته الإجبارية. تقول الأنباء الواردة من المحافظة أن الميليشيا تفرض على الأهالي تقديم أولادهم كوقود للجبهات، وكثر منهم أطفال، أو دفع مبلغ تعويضي يسموه تجهيز غاز يصل إلى 200,000 ريال. وبسبب الأوضاع الصعبة للناس هناك خصوصا في المناطق التهامية، فإن بعض المواطنين يضطرون إلى الدفع بأولادهم مع الحوثيين لاستقبالهم بعد أيام داخل صناديق الموت. أمام هذا الإجرام ليس هناك موقف صلب، لا من قبل الحكومة ولا من قبل المجتمع الدولي أو المنظمات الأممية ولا حتى مبعوثها الخاص لليمن، إذ يكتفون بإصدار البيانات في الوقت الذي يجيش فيه الحوثي ويجيش فيه الحوثي مزيدا من الأطفال دون الالتفات لأحد. أمهات كثر في مناطق سيطرة الحوثيين يتفاجأن باختفاء أطفالهن ولا يسمعن سوى رجع الصدى وأثار الدم في جثث أطفالهن. سنوات رهيبة يعيشها أطفال اليمن وحيدين، يخشى خبراء أن تؤثر نفسيا واجتماعيا على مستقبل أطفال البلد فضلا عن التأثيرات المباشرة. مشاهدينا الكرام، حول التجنيد الإجباري لأطفال اليمن من قبل الحوثيين ومخاطر هذه الجرائم بحق الطفولة والمستقبل في اليمن سوف تكون حلقتنا لهذا اليوم. نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. يتعاقب الليل والنهار على اليمنيين، تشرق الشمس وتغرب، يتغير الزمن ويتحول بينما تستمر جرافة الموت الحوثية في إلحاق الضرر بالطفولة في اليمن من أول قرية ريفية إلى آخر طابور مدرسي في المدينة. أسر يمنية كثيرة باتت مكلومة تحيط بها أحزانها، والبعض باتت ذكرياتهم معلقة على الجدران، إضافة إلى الأحزان المعلقة في قلوب الأمهات، تلك القلوب الفارغة من الحياة حينما تأخذ الميليشيا الأطفال لتعود صورهم المحرزة بشعار صرخة الموت. التجنيد الإجباري العنوان الجديد لجرافة الموت الحوثية التي وضعت الشعب الفقير بين خيارين أحلاهما بمرارة الصبار. التجنيد الإجباري أو دفع مبلغ 200,000 ريال لمن لا يذهب إلى الجبهات، ومن أين سيدفع مواطن بلا راتب هذا المبلغ؟ لم يقتصر الأمر على التحشيد بالزوامل التي تقول بعضها حيا بداعي الموت. التحشيد هذه المرة وصل إلى مرحلة الضرب على العظام، وباتت شخصيات دينية في منابر التحشيد توزع صكوك الجنة على طريقة وعاظ أحمد يا جناه ابان الحقبة الإمامية. ناقوس الموت الحوثي هذه المرة وصل أبواب المدارس، وباتت عدسات الكاميرا للهواتف تنقل حالات الانتهاكات اليومية التي تقوم بها الميليشيا بحق المدارس والمدرسين والمدرسات في مشهد سافر غير مألوف في أعراف اليمنيين وتقاليدهم الراسخة. لا حماية للطفولة في اليمن رغم توقيع اليمن على البروتوكول الاختياري لحماية الطفولة، والذي ينص على أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة من تأثير ضار ومتفش للنزاع على الأطفال، وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بواقع الطفولة في اليمن والعالم لا يبدو أنها لوحت بأي عقوبات أو إدانات واضحة لميليشيا الحوثي التي باتت المهدد الأول للطفولة في اليمن، ووصل الأمر إلى أن تحشد الأطفال للحرب على مرأى ومسمع من العالم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن، الأستاذ علي الصراري المحامي بمنظمة سياج لحماية الطفولة. أهلا بك أستاذ علي. مساء الخير. مساء النور. إذا أستاذ علي، بالأمس دشن الحوثيون حملة اسموها انفروا خفافا وثقالا في العاصمة صنعاء، ذمار والبيضاء وغيرها من المحافظات. أيضا أقروا التجنيد الإجباري لخريجي الثانوية كما أعلنوا. أنتم كمنظمة مختصة بالطفولة كيف تتابعون هذه الإجراءات؟ اعتمدت ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ نشأتها على السطح على تجنيد من هم أقل من 18 عام، كونهم سريعوا الانقياد ولا يكلفهم ذلك كثيرا لو قاموا بدفع مقابل هذا التجنيد مبالغ مالية. تجنيد من هم أقل من 18 عام يعد انتهاك صارخ وصريح للقانون الدولي الإنساني، لجميع المواثيق الدولية، للقوانين الوطنية، لاتفاقية حقوق الطفل،
هذه الاتفاقيات وهذه القوانين وهذه النصوص تجرم وتحرم تجنيد من هم أقل من 18 عام. الحوثي ضرب بعرض الحائط بكل هذه الاتفاقيات، بكل هذه القوانين، بكل الأعراف القبلية، بكل الأخلاق عرض الحائط. لا يوجد هناك ردع لهذه الميليشيات بهذه التصرفات التي يقومون بها، كونهم يستهدفون فئة هي الأقل ضعفاً وتحتاج إلى حماية في المجتمع. ميليشيا الحوثي اعتمدت في تجنيدها للأطفال على أولاً المحاضرات الدينية الطائفية، استقطابهم من المدارس، عمليات الاختطاف، الوعود بالوظائف والرواتب، ابتزاز الأسر عبر المناهج الدراسية التي وضعت مؤخراً، وتعتبر هذه المناهج خطيرة كونها تجهز جيش من الأطفال، استغلال حاجة الأسر الفقيرة، ومؤخراً التجنيد الإجباري بعد أن خسرت من المشرفين ومن القادة في الصفوف الأولى في المعارك، قامت بالتجنيد الإجباري وتهديد الأسر وأخذ مبالغ طائلة تبدأ ب 200,000 وتنتهي ربما نصف مليون. هناك أسر تخاف على أطفالها فيضطرون لدفع هذه المبالغ. طيب لماذا الآن أستاذ علي؟ كما أوضحت لكم بأنه لماذا الآن قاموا بهذه الحملة من جديد، انفروا خفافا وثقالا ويريدون أن يجندوا إجباريا خريجي الثانوية؟ هي ردة فعل طبيعية لدى هذه الميليشيات بعد أن خسرت قادة كبار كانت تحافظ عليهم عندما تقوم بتجنيد مثل هؤلاء الأطفال ويضعوهم في الصفوف الأولى للمعركة، لكنهم اضطروا أن يستخدموا هؤلاء المشرفين وهؤلاء القادة والعسكريين المحسوبون على تلك الميليشيات، وبعد أن فقدوهم وخسائر غير طبيعية يعني في المعارك، اضطروا إلى أن يقوموا بالتجنيد الإجباري وبالقوة وبالاختطاف وباقتحام المدارس. هذه نتيجة طبيعية للخسارة التي منيوا بها. نعم. طيب الآن مرت الحرب، يعني منذ أن بدأ الانقلاب الميليشياوي وما جره على البلاد، مرت الآن 3 سنوات، ربما هي من أقصى السنوات بالنسبة للطفل اليمني. هل هناك إحصاءات لديكم أنتم كمنظمة معنية بحماية الطفولة حول أوضاع الأطفال بشكل عام؟ الانتهاكات مستمرة من قبل هذه الميليشيا الانقلابية، سواء على الأطفال أو غيرهم، على النساء وعلى البنية التحتية وعلى المنازل وكل ما هو حي في اليمن. لكن مسألة تجنيد الأطفال هي لا زالت مستمرة ومخيفة للغاية، مخيفة للغاية كونها لجأت لأساليب لم نعهدها وبثقافة مدسوسة على ثقافة المجتمع اليمني. الإحصائيات تتكاثر وتزايد يوما بعد يوم، قد تزيد عن 20,000 مجند، من بالرغم من أن المنظمات تلاقي صعوبة في أن ترصد وتوثق مثل هذه الجرائم وهذه الانتهاكات التي لماذا بتجنيد الأطفال في مربعات الحوثي. يعني لا يستطيع الناشط الحقوقي أو الإعلامي أن يمارس مهامه في مربع الحوثي، سواء يعني كان ناشطا حقوقيا أو كان حتى عاملا بسيطا أو كان صاحب محل، ولا يستطيع أن يمارس في مربعات الحوثي وفي المناطق التي لا زالت تحت وطأة الانقلاب الحوثي أن يعيش بشكل طبيعي. الموثق والراصد لا يستطيع أن إلا بطرق تخصه هو أن يحصل على معلومة. الأرقام التي ظهرت على السطح هي تتجاوز 20,000. منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة أظهرت أرقاما متواضعة جدا، ربما قد بذلت مجهودا في ذلك واجتهدت وأظهرت بأن الميليشيات تجند 2000 طفل في اليمن، لكن العدد أكبر من ذلك بكثير، وعلينا أن لا نتساهل، وعلى الأمم المتحدة أن تنقذ أطفال اليمن كونهم يمرون في مأزق حقيقي. الأطفال مستهدفون في اليمن. نقول للأمم المتحدة وللمنظمات الدولية وللمنظمات الوطنية بأن
تبادر وتعتبر بأن هذه جريمة وانتهاك صارخ وخطير على المجتمع اليمني وعلى الطفل اليمني. الطفل اليمني يمر في خطر، طفل يقتل طفل، من يجندون من قبل هذه الميليشيات يضعوهم في الصفوف الأولى ويعطوهم أسلحة لا علم لهم بها ولا بالتعامل معها، فيقصفون المدن بشكل مخيف وشكل مرعب. طفل يقصف على طفل، طفل يقتل طفل، يزرعون الكراهية بين الأطفال. المناهج الدراسية كذلك وضعت في المدارس وتشكل خطر طائفي وعنصري، يضع ربما أن تكون المواجهة بين أطفال الأطفال الذين يعيشون مثلا في محافظة تعز والذين يعيشون خارج محافظة تعز، عندما ينصدموا بطريقة الفكر وطريقة التعامل، خاصة عندما وضع هذا المنهج الخطير الذي يصنع من الطالب اليمني ومن الطفل اليمني مجند وعسكري لدى يقدم الولاء والطاعة لهذه الميليشيا الخطيرة. طيب أستاذ علي، أنت تطرقت هذه البذرة الخبيثة، تطرقت الآن أستاذ علي للأمم المتحدة والأرقام التي يذكرها اليونيسف مثلا، كيف تقيم أداء المنظمات في ما يخص جانب الأطفال بشكل عام، سواء من ناحية المعالجة أو من ناحية على الأقل الرصد والتوثيق؟ لم تقدم المنظمات ولا الأمم المتحدة أي خدمة لهذه الطفولة، سواء في الرصد أو التوثيق أو حتى في إصدار البيانات، بيانات ركيكة وضعيفة، تقارير ضعيفة هزيلة، لا تنقذ هذا الطفل الذي يصرخ وتتساقط دموعه للعالم بأن ينقذوا منها من هذه الجماعة. نحن شاهدنا أطفالا يبكون، وأنتم تعلمون عندما يسقطون في أيدي أبطال الجيش الوطني مثلا، نشاهد الأطفال الذين لا ينعدم لديهم الرضا فيما يفعلونه كونهم مجبرون، خاصة في مناطق الحوثي. بالأمس تصل مجموعة من الجثث إلى محافظة دمار، كلهم أطفال، أهاليهم لا يعلمون عن مصيرهم إلا عندما يصلون جثثا هامدة إلى منازلهم. أهاليهم الآن يرفضون استلام تلك الجثث ويحاولون الانتقام من مشرفو الحوثي الذين قاموا باختطاف هؤلاء الأطفال وتجنيدهم. محافظة إب كذلك، في الساحل الغربي كذلك، في محافظة الحديدة هناك تجنيد إجباري بشكل مرعب وشكل جديد على ثقافة اليمنيين. المحويت، عمران، المحافظة حقة الآن هم يقومون بأي أسلوب وبشكل طائش وبشكل مخيف في أخذ الأطفال من الطرقات العامة ومن المدارس ومن منازلهم بالقوة، كونهم الآن تعتبر فريسة وصيد ثمين، كونهم لا تهمهم حياتهم. الميليشيا لا يهتمون بحياة هؤلاء الأطفال، سواء انتهوا بأكملهم أو عاشوا مبتوري الأطراف أو عاشوا مبتوري الأطراف أو عاشوا حتى مشوهون وحالاتهم النفسية. طيب، وبما أنك تتحدث كنت عن هم الآن يعانون منها في وسط معسكراتهم، وبما أنك تتحدث كنت عن موضوع التوثيق أستاذ علي، وأن المنظمات إلى الآن لم تقدم أي خدمات ملحوظة في هذا الخصوص، أنت كيف تفسر هذا الأمر باعتبار أن الأطفال يعني يفترض أن يكونوا محط اهتمام باعتبارهم مستقبل البلاد، كيف تفسر غياب هذه العمليات التوثيق وعمليات المعالجة وخلافه وحتى إصدار البيانات كما تقول؟ الأطفال هم الحلقة الأضعف في المجتمع الذين يحتاجون إلى حماية من المجتمع ومن البيئة ومن المنظمات الوطنية والدولية. المنظمات أعتقد أنها هي من شجعت الميليشيا على أن يستمروا في عملية تجنيد الأطفال. لو كانت هناك جدية لقامت الأمم المتحدة بحل جذري لمسألة تجنيد الأطفال وتجنيب الأطفال، تجنيبهم من التجنيد ومن إقحامهم في النزاعات المسلحة. كون هذه الجريمة وهذه الكارثة يجرمها القانون الدولي الذين أزعجون بنصوصه وأحكامه في الكتب وفي المجلات وفي الجرائد الرسمية، لكن لا نرى في أرض الواقع أي تطبيق لها. ما ساعد الميليشيا على وشجعها على الاستمرار في هذا الانتهاك هو تعامل المنظمات بأسلوب غير منطقي وغير جدي في التعامل مع هذه القضية.
كان على الأقل عليهم أن يجنبوا الأطفال إقحامهم في النزاعات المسلحة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ علي. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام دكتور سمير شيباني نائب وزير حقوق الإنسان عبر الهاتف من عدن. أهلا بك دكتور سمير. دكتور سمير هل تسمعني؟ إذا انقطع الاتصال مع دكتور. بالعودة إليك أستاذ علي. دكتور عفوا أستاذ علي، الآن في منطقة تهامة وأنت كنت تتحدث عن ذلك، هناك حديث أنه مع اشتداد المعارك في الساحل الغربي هناك معلومات أن الحوثيين يجبرون الأهالي على التجنيد، وهناك يعني أنباء متضاربة حول المبالغ التي تطرح كفدية مقابل عدم ذهاب هؤلاء الأطفال إلى الجبهات. ما هي الأنباء من هناك؟ هل لديكم معلومات أوفى؟ مناطق تهامة وفي الساحل الغربي بشكل عام هم يبحثون عن سلة غذائية، وكيف سيستطيعون أن يدفعوا مبالغ بهذا الحجم إلى ميليشيا الحوثي من أجل تجنيب أطفالهم الذهاب إلى المعارك؟ سيضطرون إلى تسليم أطفالهم، وإذا رفضوا سيقتحمون منازلهم وسيفجروا منازلهم وسيتهمونهم بالعمالة والخيانة والارتزاق. هناك أمر جلل، هناك أمر خطير يمر به الطفل اليمني بشكل عام والطفل التهامي ومناطق الساحل بشكل خاص. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي مرة أخرى أستاذ علي. يعود إلينا دكتور سمير شيباني. دكتور أهلا بك. إذن أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. حياكم الله دكتور. إذا بالأمس أطلق الحوثيون حملة لتجنيد الإجباري، يبدو أنهم أيضا يتوجهون لتجنيد الأطفال إجباريا والطلاب كذلك. كيف يعني أنتم وزارة حقوق الإنسان مسؤولين عن هكذا ملفات، كيف تتابعون الأمر؟ وإن تابع هذا طبعا عرفنا هذا القرار بعد أن استنفذ الحوثيين كل وسائلهم في انتزاع الأطفال من أسرهم من ديارهم إلى الجبهات. حاولوا أن ينصوا على هذا القانون الآن أو القرار الذي يلزم كل طلاب المدارس بالخدمة العسكرية الإجبارية. هذا أولا طبعا تعسف ضد حق الأطفال وضد حق التلاميذ في التعلم، لكنه أيضا مؤشر لحالة من التهاوي والضعف وعدم وجود القوى البشرية الكافية لهم لخوض المعارك. هذا مؤشر على أن المسألة في نهايتها وأنهم في حالة ضعف مستمر. طبعا الدفع لطلاب المدارس أو بالأطفال حتى لو افترضنا أنهم موفقوا للقيام به سيأتي بمقاتلين بلا عقيدة، وبالتالي لن يخدموا هدف الحركة الحوثية كحركة انقلابية عقائدية. أما من الناحية الإنسانية فطبعا لا تستطيع أن تلزم أخلاقيا قوة متمردة، قوة في الأمر هي ليست إلا عظامة، أن تلزمها بالقانون الدولي أو بالقانون الإنساني الدولي أو حتى بالقيم الدينية والأخلاقية. هؤلاء الناس قد نزعت من قلوبهم كل رحمة وارتهنوا لقرارات خارجية، وهدفهم في الحقيقة استمرار حالة الهيمنة التي درجوا عليها منذ وقت طويل، ولهذا هم لا يتوانوا للدوس على كل القيم الإنسانية. واليوم لم يأتي فقط أو لم تظهر فقط حالة تجنيد الأطفال، وإنما اليوم تم البسط على بيوت الناس وعلى محلات الصرافة بدليل أنهم في حالة تخبط يبحثون عن حالة عن أي مصدر لتمويل معركتهم الخاصرة ضد الشعب اليمني، وحتى ولو كان هذا الأمر سيؤدي بهم باختطاف الأطفال كما حدث اليوم مع بعض أبناء التجار في صنعاء، اختطاف ولد من أولاد أحد التجار وبدأوا يساومون بدفع أولا مبلغ 5 مليون دولار ثم اقترب المبلغ إلى 5 مليون ريال سعودي، والآن لا زالوا في حالة تفاوض. طبعا هذا الأمر كله يدل دلالة واضحة أن هناك حالة من التخبط بسبب الانهيارات المتواصلة وبسبب العزيمة المعقودة من قبل الجيش الوطني والقيادة الشرعية لتحرير ما تبقى من اليمن تحت سيطرة هذه الجماعة المعارقة. طيب ماذا عن دور يعني وزارة حقوق الإنسان في هذه الملفات دكتور سمير؟
نحن لا نتوانى عن توصيل هذه القضيه الى كل المحافل الدوليه لاتصال بالمنظمه الدوليه المعنيه بالطفوله وعلى راسهم اليونسكو والحديث، لكن في الحقيقه هذا الامر لا يشكل ضغط حقيقي على المنظمات الدوليه، لا سيما على الجماعه الارهابيه عفوا، لا سيما ان عدد من المنظمات الدوليه ومنظمات غير الحكوميه التي تدعي انها تهتم بقضايا حقوق الانسان لا زالت من خلف الستار تدعم هذا التوجه بسبب تشابك مصالح بينها وبين القوى الداعمه لجماعه الاحتلال او الجماعه الائتلافيه جماعه الحوثي، واقصد بهذا حاله التشابك مع ايران تحديدا، وتستغل هذه القوى كل وسائل النفوذ عبر حلفائها سواء في حزب الله او في العراق او في اي مكان اخر. طيب دكتور، الان يعني مع هذه الصعوبات إن صح التعبير التي يمكن أن تواجهها الحكومة والمنظمات المحلية في صعيد إيصال رسالة أو الوضع، حقيقة الوضع في اليمن بوجود يعني لوبيات إن صح التعبير يمكن أن تكون داعمة للإنقلابيين، كيف يمكن مواجهة ذلك عبر الجهود المحلية وجهود الحكومة أيضا؟ شو الجهود الوطنية في الداخل؟ نحن نحاول أن نصل إلى المحتاجين بالدعم والوقاية، ونحاول أن نفتح لهم وسائل الهروب إلى المناطق المحررة للنجاة في أطفالهم، لكن هذا الأمر أيضا يخلق أعباء إضافية على القيادة الشرعية في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم اللي تعرفوه أنتم في الحالة اليمنية، كما أن هناك إشكالات ولابسات أخرى تؤدي إلى تعقيد هذا الأمر أكثر وأكثر، لكن الحكومة اليوم بالتحديد اليوم في اجتماع مجلس الوزراء ناقشت على الوضع باستفاضة، ولا زلنا نبحث عن تدابير داخلية لحل مثل هذه القضايا، لكننا لا نمتلك الآن أي وسيلة إلا وسيلتين، الضغط عبر المنظمات الإنسانية الدولية والإسراع بتحرير اليمن، كل اليمن من سيطرة هذه القيادة. حقيقة إن أردت الكلام دون تنميخ أو تجميل، الحل الحقيقي هو أن يتم حفر المعركة العسكرية وتحليل ما تبقى من الأراضي اليمنية تحت سيطرة هذه الجماعة، هذا هو الحل الأمثل، هذا هو الحل الذي سيؤمن لنا على الأقل بس سيطرتنا على كل الأرض اليمنية، وبالتالي العمل على حماية مصالح وحقوق كل المواطنين اليمنيين من أطفال ونساء ورجال وشيوخ والكل. أن نعمل على صون أموالهم وصون أعراضهم وصون أيضا أطفالهم وحقوقهم من جواه. النائب وزير حقوق الإنسان دكتور سمير شيباني، كنت معنا على الهاتف من عدن، شكرا على تواجدك معنا. بالعودة إليك أستاذ علي، الآن يعني يقول دكتور سمير أنه لا حل أو الحل الأمثل هو تطهير البلاد وحسم المعركة العسكرية، هل يعني برأيك الحكومة وكذلك وزارة حقوق الإنسان تقوم بالدور الكافي على سياق أو في ملف الأطفال بشكل عام، تجنيد الأطفال تحديدا؟ بالضبط كما تفضل الدكتور، فعلا الحسم العسكري هو من سيخفف معاناة الأطفال وسيخفف معاناة اليمن بشكل عام، وسيخفف من معاناة كل من أصيب من هذه الجماعة بضرر. الحكومة أعتقد أنها ليست بالقدر الكافي أن قامت بالاهتمام بهذا الملف رغم خطورته ورغم يعني أهميته، لكن قد نقدر ونقول ونلتمس العذر بأن القضية تحرير البلاد وقضية الدعم للمعارك وللجانب العسكري قد أشغلتهم عن هذا الجانب، لكن أنا بتصوري أن موضوع وكارثة تجنيد الأطفال وجريمة تجنيد الأطفال لا تقل أهمية عن الدعم للجبهات، كونهم هم أساس اليمن وأساس وأعتقد بنية تحتية للإنسان اليمني، إذا لم ننقذه سنواجه مستقبلا وعلى المدى القريب والبعيد خطر اسمه الإرهاب صنعته ميليشيا حوثية بتجاهل الجميع وب كما يقولون تطنيش الجميع. لابد أن تقوم الحكومة الشرعية والدولة الشرعية
إما الحسم العسكري كما ننتظر وينتظر وتنتظر أسر هؤلاء الأطفال، وإما بمعالجات قد تراها هي مناسبة، لا أدري كيف، لكن الذي نعرفه أن هناك تجنيد وتجنيد مستمر، وهناك خطورة يمر بها الطفل اليمني. نناشد نحن كحقوقيين وكمحامين، نناشد جميع المنظمات الوطنية والدولية، ونناشد الأمم المتحدة، رغم أننا سئمنا من هذه المناشدة، نناشدها بأن تضع حل وأن تقوم بالضغط على هذه الميليشيا في أن تدع الأطفال وتجنبهم مسألة إقحامهم في النزاعات المسلحة أو استخدامهم وقود لمعاركهم. طيب، أمام هذا التجنيد الإجباري أستاذ علي، يعني الآن هناك تجنيد إجباري بالنسبة للمواطنين والأطفال، ربما عندما يتحدثون، يعني عندما يتحدث عن غياب الدور الحكومي وغياب دور المنظمات، كيف يعني ما الذي لدى الأهالي فعله حتى يتجنبوا أن يأتي لهم أطفالهم يوما ما وهم جثث في صناديق؟ ما هو الحل لدى المواطن الضعيف أمام أسلحة وقوة الميليشيا في البطش، والتي لا تراعي لا أخلاق ولا عرف ولا قوانين ولا دين؟ ماذا سيفعل المواطن الضعيف البسيط إلا أن يرفع يده إلى السماء ويدعو الله بأن ينتقم من هذه الجماعة، أو ينتظر أن تحرر البلاد بأكملها؟ لا، المواطن البسيط لا يستطيع أن يفعل شيء أمام هذه الجماعة. بالأمس يقتحمون مؤسسات وشركات كبيرة وضخمة واستثمارية بداخل البلاد. يعني لم يستطيع المالك هذه الشركة أو المستثمر أن يقوم بأي ردة فعل تجاه هذه الجماعة، ما بالك بالمواطن البسيط الذي لا يمتلك أي شيء سوى قوت يومه؟ ماذا سيفعل أمام جبروت هذه الجماعة؟ طيب، يعني ما هو المتاح إذن أستاذ علي أمام كل ذلك؟ يعني الحملات مستمرة، التجنيد مستمر، الصمت أو التعامل غير الكافي بالنسبة للمنظمات حادث، هل من الممكن يعني إيجاد حلول في ظل كل ذلك؟ ميليشيا الحوثي الانقلابية لا تؤمن لا باتفاقيات ولا بحلول ولا بحوارات، ولا لمن ستستجيب عندما نقول لهم أوقفوا تجنيد الأطفال؟ لمن ستستجيب؟ لكن نقول للجيش الوطني أسرع وأنقذ أطفال اليمن، فهم بحاجة إلى وصول الجيش الوطني إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإنقلابية. الحل الوحيد كما تفضل الدكتور هو الحسم العسكري. لا يؤمنون باتفاقيات، ولا يؤمنون بمواثيق، ولا يؤمنون بأي أطروحات من أي جانب، هم يقتادون فقط لحكم شخص واحد، يقدمون الولاء والطاعة له كعبيد. فمن المؤسف أن نرى أشخاص ينتمون إلى هذا الوطن، إلى اليمن، يعني يمارسون هذه الممارسات التي لم نعهدها ونصطدم معها. فالحسم هو الحل الوحيد. المحامي بمنظمة سياج لحماية الطفولة أستاذ علي الصراري، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا على تواجدك. إذن مشاهدينا الكرام، سنكمل النقاش في هذه الحلقة، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء. لنمعن النظر قليلا، لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب، وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا.
جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من كندا دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي. أهلا بك دكتور. دكتور عبد القادر، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن دكتور، 3 سنوات من الحرب، يبدو أنها كانت من أسوأ السنوات على اليمنيين، تحديدا الأطفال، جوع، تسرب من التعليم، أيضا تجنيد إجباري. ما الذي يمكن أن يقال إزاء كل ذلك؟ هذه مصيبة، مصيبة كانت مخبأة لنا وطلعت على اليمن كلها، سرقت حاضرنا وسرقت أيامنا وسرقت عمرنا وقتلت الناس وفجرت البيوت. الحوثيين يفجروا البيوت وشردوا الملايين ونازحين داخل البلاد وخارج البلاد، وبعدين بيسرقوا الآن وصلت بهم أنهم بيسرقوا المستقبل، سرقوا سرقة المستقبل. يعني كان الأمل الوحيد، إحنا فقدنا كل شيء، فقدنا كل أمل، مع باقي معنا إلا الأمل بالمستقبل. الأمل بالمستقبل هو تعليم الأطفال وسلامتهم وتربيتهم، وهم الآن يوقفون العملية التعليمية، وهم الآن يجندون الأطفال خفافا وثقالا وخفافا كما يقولون الآن في شعارهم الجديد. نعم، هذول مش بس عايزين، يريدون أن يحكمون اليمن من صعدة. تخيل اليمن كلها 25 يحكموها بالريموت من صعدة. لكن أيضا الآن بيعملوا عملية تجريف، ويريدون الناس الآخرين بعد أن نفذت مواردهم ومخزونهم البشري ومخزونهم الديموغرافي، يريدون أن يتكئون على بقية اليمنيين لينفذوا أهدافهم. ويبدو أن حتى هذا المخزون من الحاضنة التي تستجيب لدعاويهم قد استنفذت، وها هم الآن يبحثون عن الأطفال. هذه جريمة بكل المقاييس، جريمة بكل مقياس، يعني بالشرائع السماوية، بالأديان، بكلام الأنبياء، بالقوانين، بالحقوق، بالواجبات، بكل شيء. أنت تربيهم للمستقبل، ليمسكوا الراية، ليرفعوا علم اليمن، وأنت وهم الآن يقومون بالقضاء عليهم. طيب دكتور، الآن يعني دور الحكومة، الكثير يتساءل ما هو المنظمات الأممية الدولية التي يعني تقوم بإصدار بيانات تشدد على تناشد بعدم زج الأطفال بالصراع، هل يمكن القيام بشيء عملي لتجنب هذه الكارثة على المستقبل؟ ببساطة لا يمكن. هذا الناس أنا أسميهم المداليز والملاحي، يعني فاقد العقل وفاقد البصر، وفاقد البصر ما يشوفوش الدمار اللي عملوه قدامهم، وفاقد البصيرة ما يعرفوش انه هم الان بيدمروا انفسهم ويدمرونا ويدمروا البلاد كلها. ولا في الا حل واحد، الاسراع بعملية التحرير. هذا الذي يحدث الان فوق الطاقة، فوق الاحتمال، انهيار العملة، انعدام الأرزاق، مقاسات الناس، واستمرار القتل، واستمرار تدمير البيوت، واستمرار الممتلكات، واستمرار التشريد، واستمرار النزوح، وتجنيد الأطفال الذين نتحدث عنه الآن. يجب أن يعملوا ليلا ونهارا ويبذلوا، ونحن مستعدين للتضحيات. كل التبريرات التي تطرح لإرجاع عملية التحرير، ونحن نريد ونحن لا نريد ولكننا نتحسب، هذا كلام لم يعد مقبولا. يجب أن يعملوا ليلا نهارا في الجبهات ويخلصونا. فاض الكيل، نحن لسنا مع أحد ولسنا ضد أحد، نحن مع بلادنا فقط،
ونريد التحرير، ونريد التحرير وبسرعة. طيب دكتور، الآن في الحديدة يعني لا يوجد أي خطوة عملية لإيقاف تجنيد الأطفال ولا لعبث الحوثيين باليمن إلا التحرير والجد في الجبهات. دكتور، الآن في الحديدة بدأت الميليشيا بإجبار الأهالي على دفع أبنائهم للقتال، أيضا من لا يريد عليه أن يدفع مبالغ مالية مقابل ذلك، عادة ما من يذهب إلى الجبهات يقتلون خلال أيام قليلة. إذا كل المحاولات يعني بانتظار هذا التحرير الذي يفترض أن يحدث، ما الذي يمكن للأهالي والناس في المجتمعات في القرى وفي الريف أقصد وكذلك في المدن أن يفعلوا؟ ما أدري، أنا لا يمكن أن تطلب من عزل أو ناس عاديين أن يجابهوا مكينة حربية مصممة و مزودة بعقيدة مستوردة أو عقيدة جابوها من كهوف في الجبال. لا يمكن لناس عاديين أن يقفوا ضدهم، حتى ما يثار عن ما يقال عن قبائل طوق صنعاء، هم قد اخترقوهم من قبل، وإذا حاول أي أحد أن يتململ أو يتملص من قبضتهم فتفجير البيوت والخطف القسري والقتل في انتظارهم. هم ماكينة منظمة منضبطة بقيادة واحدة، نحن مشتتون ويجب أن نلملم أنفسنا ونحكم القيادة ونحكم تحفيز الناس إلى القيام. الناس الوحدة هم ما يقدروش، في دولة وفي شرعية وفي تحالف، هذه مهمتهم هم، ليش يرقموا بها على الناس؟ هذه مش مهمة الناس العاديين. احنا عملنا اللي علينا وقمنا من نفسنا، وشوف ايش اللي حصل لنا الحين في تعز. طيب دكتور، الان يعني عندما نتحدث عن هذه الانتهاكات كلها وهذا المهمة المستقبل، المهمة مهمة الشرعية والتحالف مش مهمة الناس العاديين. يعني هذا المستقبل ليس فقط مستقبل التحالف والحكومة، هناك أيضا مستقبل لهؤلاء الناس، يعني بخلاف عمليات التوثيق التي انظر ما حصل في ريمة لما الناس هبوا، انظر ما حصل في الحيمة لما الناس هبوا، تركوا وحدهم لمصيرهم بدون مقطوعين السبل وبدون خطوط تموين ولا إمداد ولا إنقاذ ولا نجدة. مستقر، شوف هل نريد تكرار ما حصل في ريمة وفي الحيمة؟ الناس مستعدون، بس بشرط يكون وراء خلفهم شرعية سعى الناس وتحالف زي الناس. طيب دكتور، الكل يتساءل ربما عن الدوافع التي يعني تحرك هؤلاء للقيام بكل هذه الانتهاكات بحق حاضر اليمن، والآن عندما نتحدث عن تجنيد الأطفال وتسريبهم من التعليم وتجويعهم تحدث الانتهاكات بحق المستقبل. دوما السؤال عن الدافع، لماذا؟ الصوت بيروح شوية. كنت أتحدث على أنه هذه كلها كلها تفاصيل وخروج على الموضوع. هؤلاء ناس معتدون بغاة يعيشون في الأرض فسادا، وكل مرة سيظهر لك بمشكلة تجعلنا نشد شعرنا ونصيح، ولا في إلا حل واحد، العمل بجدية في مهمة التحرير وإنقاذ هذا الشعب المسكين. كم سيكون جهده أن يتحمل؟ كلهم يقول والله نحن نعرف أن الشعب يتحمل وأنه ونقدر تحمله ونعيده. خلاص الكلام ما ينفعش، الكلام ما ينفعش، لازم يخرجوا، لازم نحسبهم يكونوا ليل نهار بيشتغلوا في إشعال الجبهات وجعل الحوثيين يدفعون ثمن غالي حتى يتم التخلص منهم. أشكرك دكتور عبد القادر. التفاصيل والمشاكل لن تخلص، كل يوم معانا مشكلة، لكن الجوهر إنه هذه نحن ندخل السنة الرابعة مش ثلاث سنين، هذه السنة الرابعة، أربع سنين ونحن في هذا العذاب المستمر والدمار المستمر. لابد العمل بجدية والعض على النواجذ وحتى نتخلص من هذا الوضع. أشكرك دكتور عبد القادر الجنيد، الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا على الهاتف من كندا.
وأرحب مشاهدينا الكرام بمخرجة الأفلام القصيرة والصحفية الأستاذة وردة العواض التي تنضم لنا عبر الهاتف من الولايات المتحدة. أهلا بك أستاذة وردة. أهلا بك أستاذ أسامة. إذن أستاذة وردة، كيف تتابعين الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأطفال اليمن تحديدا منذ بدء الحرب؟ الأطفال اليمن هم ضحية للتجنيد قبل جماعة الحوثة، تقوم بإجبار الأهالي بتجنيد أطفالهم، وهي تستخدم إما إرغامهم أو إما تغريرهم بالمال. طبعا جماعة الحوثة تريد توريط كل اليمنيين في هذه الحرب من خلال إرسال الأطفال إلى جبهات القتال، فهم يكونون في الصفوف الأولى كدروع بشرية. أرقام كبيرة جدا، يعني آخر الأرقام التي وصلت إلينا الأمم المتحدة تقول أن 72% من الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل الحوثة، يعني هم يحتلون الرقم الأكبر في استخدامهم للأطفال في جبهات القتال. طيب الآن أنتم يعني كصحفية كمخرجة أفلام قصيرة، هل هناك محاولة لنقل ما يحدث بالنسبة لأطفال اليمن من جرائم للعالم، لتوعية الرأي العام العالمي وكذلك المنظمات الدولية بحقيقة الإجرام الانقلابي بحق مستقبل اليمنيين؟ نعم، أنا قررت منذ الشهر الماضي العام الماضي بإعداد فيلم من إخراجي ومن المنتج الخاص، لأقوم بإعداد هذا الفيلم، لأنه لا يوجد في القنوات عندنا الأمريكية، لم يتم حتى الآن بث فيلم وثائقي أو فيلم يوضح هذه الجريمة الإنسانية ضد الأطفال. لذلك قررت أن أقوم بهذا الفيلم، وقررت أن وقمت بلقاءات عبر الإنترنت من أصدقاء أعرفهم لأجمع معلومات ولإعداد هذا الفيلم، ليعلم العالم بأن الأطفال، أن هذه الحرب تأكل الأطفال أكثر من أي شخص آخر. الأطفال هم الضحية الأولى في هذه المعركة. طيب ما هو السر إلى الآن؟ يعني أنت تتحدثين على أن القنوات أو الرأي العام لا يعلم بما يحدث في اليمن، ما هو السر وراء ذلك؟ لماذا لا تقوم المنظمات يعني بإيضاح حقيقة الوضع الكارثي بالنسبة للأطفال تحديدا في اليمن؟ حسب علمي أنه هناك طبعا غياب حتى تغطية في مواقع الصراع، بسبب أيضا الإعلاميون اليمنيون أنفسهم حياتهم في خطر لنقل هذه الصورة. ليس هناك الإعلام الحر أو الإعلامي طالما هو مطارد أو إما يكون معتقل أو إما يكون فر خارج اليمن، طبعا أصبح الموضوع تقريبا مغيب. الإعلام العالمي له مشاكل كثيرة، دائما هم لهم اهتماماتهم. إذا لم يأتي إعلام داخلي وقام بتقديم هذه المادة، فهذه المادة ستكون في مغيبة عن العالم. طيب هل الأمر ذاته بالنسبة للمنظمات التي تعمل بهذا الخصوص؟ حسب قراءتي أن المنظمات الخاصة التي الموجودة في اليمن معرضون أيضا للخطر، هناك أيضا خوف خطر على حياتهم، وأيضا بعضهم يتكتمون ما يحدث داخل اليمن. لذلك الصورة حتى الآن معتمة، ليس هناك صورة واضحة. المادة الوحيدة التي انتشرت في العالم هي الحصار والمجاعة والكوليرا، لكن مادة تجنيد الأطفال إلى الآن لم تظهر بشكل قوي جدا في الإعلام الأمريكي والإعلام العالم. أشكرك أستاذة وردة العواضي، الصحفية والمخرجة مخرجة الأفلام القصيرة، كنت معنا عبر الهاتف من الولايات المتحدة. شكرا لك على تواجدك معنا. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، قدمناها لكم من قناة بلقيس. شكرا على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.